امبارح كانوا بيعرضوا فيلم يا نصيبتي يقلب عليا المواجع قوي. لا ماما لازم تاخد بالك من صحتك من بعد كده. ماما انت عايزه اللابتوب ولا حاجه؟ ايوه طبعا. اصل ما بشوفكيش فاتحاه يعني. لا يا اختي طول الوقت فاتحاه انا ورايا غيره. يلا يلا يا ماما يلا يا ماما. اظن جوزك لو ابوظه عشان جايه معايا. اسكتي والنبي يا ماما ده صعبان عليا. من يوم ما صفوا الشركه يعني وهو مش طايق نفسه. نص الموظفين مشي هو بس اللي قاعد حاطط ايده على خده. بقول لك اذا انت جبت الورق ولا نسيتي حاجه؟ لا 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 ما نسيتش. كويس على الموظفين هناك بيتلككوا. انا ونصيبي حتى لو ما صرفوش المعاش بيصرفوا لي صندوق الزماله. على الله بس يصرفوه. اطبع لي الطبقه العاشره. التاسعه خلصت بالصلاه على النبي. عايزه تغير لي صوره الغلاف ها؟ حط لي الصوره الجديده دي وميكروفونات جديده. بلوزه وكفاره كده. صباح الخير يا استاذ عفيف. مش قصر المرتجع قد ايه؟ 75 يا ريس. يبقى ما بتشتغلش. مفحوط والمصحف مفحوط بس المخبرين بيضايقوا السريحه ما انت عارف. الله انت مش بتقفشهم في كل طلعه. غنوه بقت 5 جنيه يا كده ارموك بره القطر. خلاص علي انت كمان خلي الكتاب بجنيه وربع. جنيه وربع ايه يا ريس؟ جنيه وربع الكتاب ده ايه؟ ماله الكتاب؟ ده الزبون بتاعنا ضايع. ايه يالا مالك يالا؟ هو كده كويس كده انا هاخد 200 كتاب بس وعليك 400 جنيه. حاضر يا ريس. دول 300 ناقص 100 مزنوق شويه. ما انتش قد الجواز ما تتجوز كيف الطيني يجيب له معلقه. بقول لك ايه امسك اكتب اسمه واسم الكتاب على الحيطه دعايه يعني. يلا اتكل على الله من وشي.
وانت كنت عايش فين داهيه؟ في داهيه السويد. وايه اللي رماك الرميه السودا دي؟ نصيبي بقى. ثانيه رايحين على فين؟ هنركب الاتوبيس يا ابني. طب ما نركب تاكسي احسن، فيها 20 جنيه. ماشي، ده غير اجره السواق. هو الموضوع ده مش ماشي في السويد ولا ايه؟ لا طبعا ماشي في السويد، ده السويد اصلا كلها ماشيه بالرشوه. استغفر الله العظيم، اهو ده اللي جايبهم ورا. اهو جايبنا احنا لقدام. والله العظيم ربنا ما مبارك في بلد قد البلد دي. طب لو سمحت ممكن منديل بعد اذنك؟ انت لازم تنف في منديل يعني، ما تنف كده وخلاص. انا مش عايز انف، انا عايز اداري الكلبشات دي لو سمحت. تداري الكلبشات؟ عاوز اداري الكلبشات. خد خش. انا فين يا باشا؟ حطت مصر يا اسطى. قفش في ده حصون. وانت مالك يا اسطى؟ ما تخليك في حالك وتبص قدامك. اوكي خلاص، كلكم بقيتوا جايين من السويد. تاكسي المحطه خلاص يا اسطى. تعال تعال اركب. ايه اركب؟ خد قدامك حصون. مؤاخذة حصون، مؤاخذة. مؤاخذة يا اسطى، احنا نسينا ال في هناك. تعال شكرية، نسينا الوقت هناك. شكرا. احنا ركبنا وخلاص. ركبنا ايه؟ الراجل اللي ورا ده مسجون، حاطط في يده اللي بتاع دي الكلبشات دي. خلاص ما تزوكش حلبشات. لا يا عم طار يا جدعان. سيس ولا مش قد المجاعه؟ حاضر هرك. بسرعة يا باشا انجز. حجم حركة عالي ده يعني داخل الموضوع عندنا. هنبدأ مين اللي بيطلع؟ ده الدكتور وائل. الدكتور وائل مش ده اللي انت كنت بايته واقف في المستشفى؟ اسمها بايته في المستشفى عشان النبطشية، مش بايته معاها. فرجتش يا ناس مجنون. يا الستان يا الستان. اوعى انا يا مش هنخلص احنا. ايه عاوز منك؟ ايه ما تشغلش بالك. انت تشغلش بالي ازاي يعني؟ مش كنت معاها في المستشفى وانا واقف ممطوع بره؟ بس ما تقولش ممطوع، محدش قال لك تخش. نخش كيف يعني؟ عايزهم يقولوا جوز الدكتورة أبو يد مشقق أو قميص مشقق. جه أهو. وطي حسك يا عبد العزيز، إحنا في الشارع. شارع إيه؟ ما تخافيش، محدش من زملاتك هنا هيشوفك يا دكتور. ما تخافيش يا دكتور. حبيبي أطلع الصعيد من هنا يا أخويا. أيوة من هنا يا ست، من هنا. يلا بينا متأخرين. يلا يا دنيل عليا يا عبدو، كنت واقف جنبي دلوقتي يا ابني. يا عبدو ليه يا ابني؟ انت عارف ان انا لوحدي يا حبيبي. انت رحت فين؟ والنبي يا اخويا قطر بني السويف منين؟ يمين يا حبيبي. يمين كده. يمين يمين. صباحك جراد يا ابني المشلول. وكل المستهبله انت بقالك كام يوم وعامل فيها عبيط. فين ياد السرميه بتاعت كل يوم؟ ولا حبسك؟ عيب يا باشا. صباح الفل. يخرب بيت امك، الدنيا كلها شافتنا والباشا واقف ورايا. ده انا هطلع القطر ازاي؟ صرف نفسك يا حيلت امك. يلا هات اتكل على الله. حبيبي يا باشا. الو مين؟ هو انت كمان مش مسجل اسمي؟ يا وكساتي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا اخويا، يا مالك مدهول كده ليه؟ مخبر ايه وكلام فاضي ايه؟ عزبة تراخرة انت متوله. اهدى عزبة بكلمك يا لهوي. طب خلاص شغلانه. يا اخويا والنبي انا مش طالبه حاجه كبيره قوي، ده هي حته اوضه نوم. يا اخويا اتكلم امي. طب كلم امي. خد يلا يا بنت، بعيدة عن التليفون يا بنت. لا يقبلني يا بنت، انا مش هكلم حد. انا مررت اتفاجعت، ده من يوم ما دخل البيت علينا وجدم وسودة جدم ونحس. هتفضحينا مع الراجل. ايه يا عز؟ هكلمك بعدين سلام دلوقتي. ايه يا اما مش كده؟ ده السعد اللي احنا فيه ده. شوف البنت حركاتها، انت عاوزاها ولا مش عايزاها يا بنت؟ انتوا جاي. انا عارفه بقى يما، انا خايفه يمشي ولا نفسي قاعده في قرابيزي. يبقى خلاص، يبقى حطه في بق الطين واسكتي. يما اصبري لغايه ما اجيب لك وقت النوم. اما لو كنا طلبنا منه شبكه ومهر كان عمل ايه؟ هو كله طين على دماغنا وما فيش الا انا اللي شايله الطين كله ده. يما عايزاه ايه؟ خضتين. شنطه العده فين؟ مش عرفني ما تدور عليها. انت مستور زي ابوك. انا تعبت يا رب. جاي يا زاف يا رب. ما حدش تعب ولا شايف. انا شايفه
هي شنطة العدة هنا. خلفها معايا من امبارح يا مسطول. ها؟ عيال فين؟ قابلهم عند الكيلو 65 ونقابلهم عند السنفورة الرابعة. هيتأخروا علينا. ما يقولش. ايه يا عم صبري؟ مش ناوي تظبط المارش ولا ايه؟ العدة يا اخويا عليها تحت الكوبري ظبطها لي. انت عملتهم يا نجم؟ الله يخرب بيت امك، قروا بقى جبتونا ورا. قعدت عليك امتى يا نجم؟ بعد عليا بعد العصر. بعد العصر؟ اه بيصلي يعني. ما نسمعه فين الاغنيه يا ملاك؟ ده جاي يتفق على الفرح ويمشي على طول. هو بس احنا يا دوبك نخطفه خمس دقائق نسمعه فيهم الاغنيه. وانا متاكد ان هو مجرد ما يسمعها هيصدق ابوه الامين. وحياه ابوك انت مالي ايدك منه ولا ازاي كل مره ملاك؟ لا مالي ايدي منه، ما هو ده يبقى مدير اعمال المطرب الشعبي اللي حكيت لك عنه. احنا هنسمعه الاغنيه، قال حلوه هيشتري، قال وحشه بتترمي زي اللي اترمى قبل كده بقى، بس خد بالك هو بيقفش. عم يقفش يقفش، بس اشتري الاغنيه. استنى واحده بهوت بس هجيب سجاير على ما تخلصوا الغلوه الجميله. ايه يا حاجه؟ انت بتقفلي ولا تفتحي؟ وانت مالك انت عاوز ايه؟ والنبي يا حاجه علبه كله بطرة. حاضر. اتفضل. شكرا يا حاجه. يلا يا حمص. يلا يا دنايا قوم غير هدومك كده عشان نروح نقابل خالك. يمكن يا دنايا حد عامل لك عمل ولا حاجه ينزح من عليك. ده خالك ده جامد قوي في مصر. سوا يا حبيبي اللي رمينا من دماغه. ها؟ ربنا يسامحه. انا ماليش غيرك يا حمد. ما تقطعش يا اخويا قلب امك عليك. انا كويس اهو يا ام. كويس ايه؟ نفسي تبقى كويس. قوم يا دنايا. قوم يا حبيب امك كده عشان تغير هدومك كده وتبقى حلو عشان نروح نقابل خالك عشان يعرف ان انا عرفت اربي ابني من غير ما نديله ايدي. خلاص يا امه بقى. ايه واد فيك ايه؟ حصل لك ايه؟ عايز تتجوز؟ انا اتجوز؟ يوه وما تتجوزت ليه؟ طب شاور على ايتها بنت كده وانا اجيبها لك لحد عندي. اسم الله عليك يا قلبي. اجوزك احسن واحده في البلد. ما بقاش عايده بنت مجاهد لو ما جوزتها لك. احنا اخويا معانا فلوس كتير المحل وبيكسب حلو قوي. ابوك الله يرحمه ويحسن اليه ساب لنا قرشين كويسين. وبعدين يا ضنايا يعني هو انت اول واحد تسأل في الثانويه العامه قطع التعليم واللي بيتعلموه؟ انا اللي وديتك بايديا. احنا يا ضنايا مالناش في العلام. احنا ناس ارزقيه على قد حالنا. وبعدين دي تالت ولا رابع مرة تمتحن فيها وتسقط. يا ابني ابوس ايدك يا دنايا. انساها بقى وريح قلب امك. بيحبك الواد حمدي يا بنت. هيموت. قضيها نظراتك رايحة وجاية لما عينيك حواليها. وانت يا اختي ما ينفعش معاكي غير ما بيعفص. يعفص مني خلاص يا بنت. مع اني يلا بقى نتأخر على المدرسة أصلا تعالى. الو؟ ايوه يا بنت امك فين؟ امي راحت الدورة اصلا ام سعيد السمرة مات. طب اسمعي عايزك تحضري لي ملابس داخليه وقميص وبنطلون. ايوه قميص وبنطلون بتوع الشغل وتستنيني بيهم على المحطه الساعه 8:30 فاهمه؟ حاضر يابا. عيني عيني. ماشي. لا لا مش هتاخر اتاخر. لا 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 انا جايه على طول. سلام يابا. مالك يا بنت؟ افراج مفيش مدرسه النهارده. يا اختي انا مش عارفه مدرسه ايه اللي انت شطنالي فيها دي. ما تعملي زيي وتقعدي في البيت. اتنيلي دي المدرسة هي اللي مروجاني وبكمان بتخليني اشوف المناية. يسألوني بقى انت رايحة فين؟ رايحة المدرسة. جاية منين؟ جاية من المدرسة. الو؟ ايه فريد؟ فريد اسمه فلفل يا اختي. انت يا بنت دي منالة الظريفة. جميل ده على المحطة. ده هتعملي ايه؟ طب خلاص انا في ايدي حوار كده ساعايا واجيلك. يلا غوري غوري. ملك ايه؟ ايه ازاي انت بتلغيني عادي كده؟ طمنت يا حمار. ما دام اتطمنت تبقى هتقلع. بس لو قلعت تقلع على غير يا غالي. ممكن برضه ده المكان دول بقى حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. انت وش امك عامل كده ليه؟ مشاكل شويه. مشاكل؟ مشاكل ايه؟ مع خلاط؟ لا بحب العب مع الاسد. انت مين يا شبح؟ عارف يعني ايه؟ تبع هيما. جاي تبع هيما. طب ومالك مخطوط كده ليه؟ لا حلو اصلا. يعني صوتك مش سامع. حلو يا اسطى والله. اي خد يالا تحدف وتجري يا ابن العبيطه. بتحاسب يا اخويا انت وهو ايه؟ عميته؟ ايه الغلط ده يا مرق؟ خلاص
خلاص يا ست، لا مؤاخذه. لا مؤاخذتك معاك يا دنايا. انا لو ضمتي ما كانش زماني اتخطبت. والله بص يا اخويا بص، وجع في معانيع قطري لطك انت وام. بتحط ايه في الحله يا وليه؟ يعني بحط الجوز واللوز، بحط جوز الطيب يا اخويا. حرام عليك يا شيخه، هرمتيني جوز الطيب. هو يعني بيحوق فيك حاجه بلا خيبه؟ مش ياخد الريح من البلاط. خليني امشي على القضبان زي الصاروخ، واخر النهار برجع اتخمد زي الفرخه الدايخه عقبال ما تترمي جنبي وتدوخ. يا وليه تهدي شويه، انت ايه ما بتشبعيش؟ حوش حوش حوش. طب اديني يا اخويا حطيت حبتين، لما اشوف سبع البرومبا هيعمل ايه؟ يا وليه يا وليه حرام عليكي، تعبان عندي شغل. مش كنت قعدت كلتلك لقمه تصطب بيها طولك بدل ما انت ماشي ظهرك مدلدل؟ بقول لك ايه، مش طافع، انا عايزه مدلدل. ماشي يا اخويا، لف لف، خلي لف ينفعك. تقولش هيدوك العلاوه بلا هم، عامل لي فيها حمي حمص سكه الحديد. على مهلك يا اخو. صباح الخير يا عم مسعود. صباح الخير يا مهندسي. على فين بدر النهارده؟ رايحين المحطه، الواد عزه تبني سنه جاي من ليبيا النهارده. بارك الله يا مهندسي، ربنا عوض صبرك خير. ايوه الحمد لله. ما تيجوا تشربوا شويه شاي. متشكرين يا عم مسعود، ابقى سلم لنا على صفيه. الله يسلمك. انت مصحوب بلسانك ليه؟ ما بتبقاش في بقك طوليها. بيقولوا ليه ان عزه جاي من ليبيا؟ هو اللي هيجيبه الواد عزه؟ هنفرجه كله ولا ايه؟ لا مش هنفرج، بس بينه كده يعني هيحسد. يا زيد طريق طيب. ما قلناش حاجه، بس خلفته كلها بنات، واتجوز صفيه مخصوص عشان تجيب له العيل، وطلعت في الاخر ما بتخلفش. تبقى انت تقول له الواد رجع من اخويا من السفر. ربنا يستر. صدق ان انت عندك حق برضه. يا معادي انا رايح اهو. اجيب الميكروباص. ايوه. لا ما تخافيش يا سبحان الله، وما شفت ايه حال، والله العظيم محامي. ما تخافيش يا معادل، ام عادل وعارف رقبتي. ما تخافي. حاضر يا حاج، اول ما هقفل معاك في وشك كده على طول هحدد. خلاص يا حاج، سلام عليكم. اطلع اصلا ولا مصالح. في نفرين في العربيه، ادفعهم يا سيدي. ماشي، انا هدفع واحد وانت تدفع واحد. خلاص ماشي. انا مش عادل، بقول لك ايه، انا المحامي. متاكد انت؟ هو اي متر. No, I'm doing perfectly fine. I'm in cuffs and feeling great. لا طبعا. لا طبعا الحين اخويا والنبي. يا حاج ما انا تضايع بدور عليها، يلا بسرعه. يلا يا حاج بسرعه. ايدك يا حاج. وقف كده ليه؟ ما ترك. مش عاوز اركب القطره صراحه. عايز اركب القطره كيف؟ امال اروح فين؟ خايف. اركب يا عم، سيبها على الله، هيحصل اكتر من الحفر. اركب. كلك تمام يا ريس؟ مالك يا مخسك كده ليه؟ ما نمتش بقى لي يومين، للشغل ده للشغل ده، مش عارف اجيب طلبات البيت والعيال منين. شايان والله يا عم ابراهيم. يا ابني ما تشيلنيش ذنبك، خش جوه القطر شوف لك اي كنبه رايح عليها شويه. روح. طول عمرك ساعد واجب يا عم ابراهيم. امي يا بني يا سعدية، يا بني يا امي، عمال تتكلم الجبرائيل بص. امي يا سعدية، يا صاحبي اللي جاب انا ابوكي. ناس غلابه والله، يستاهلوا. يستاهلوا؟ اقعد بقى صعبان لي بقى ومصمص لي في شفايفك، وتقعد تقول لي بره في القطر بيقوا في طوابير وبيوزعوا عليهم ملبس في القطر. ما كل واحد راح عاش لي بره يومين يجي يتنك علينا هنا. لا هم في السويد ما بيعملوش حاجه ان هم يتكعبلوا. يا عم امريكا دي متخلفه. على فكره السويد دي مش ولايه من ولايات امريكا. ايه؟ أمريكا بلد والسويد بلد تانية خالص. أمريكا دي كبيرة يا عم. يا عم أنت مش عارف حاجة يا عم. ولا عايش شاي. يلا واحدة فضل في الفور. علي ودي علي. علي الحصان هنا، ما تشوف عايز صغير. ودي علي ودي علي علي. يا خيال بتشرب سجاير يالا؟ والله يا ابا مش عايزين فلوس، مش سلام من على البيت. انت كيف ما بقولك، انت القرف. انا غلطان اني فكرتك بقيت راجل.
كده كده هتروح لستك النهارده يا علي، وفوت بقى يا ام. يو على دماغي نسيت دواء السكر. خلاص اول ما نوصل ان شاء الله نشتري علبه جديده، ولا ما نشتريش؟ انا خلاص جسمي نحس من كتر الدواء. ما سبت العيال فين؟ عند امال يا ماما. يا ساتر، ما لقيتيش الا البت دي؟ ما كانش قدامي غيرها. وبعدين يعني كنت سيبك تيجي من الشغل لوحدك؟ طول عمري لوحدي من ساعه ابوكي ما مات. هو مش عندهم دروس يا بت؟ ما جاتش من يوم. بعدين هم اصلا مش نافعين في المدارس، ده ماشيين بالدروس بالعافيه. انا اصلا عايزه انقلهم. وماله؟ انقليهم. هو عامل ايه بقى في مصاريف النقل؟ ده هتكلف لها يجي 10,000 جنيه. فانا لو معايا والله يا حبيبتي كنت ساعدتك ولا اتاخرت عليكي. ده انا ساعات ما بيبقاش معايا حتى اجيب علبه سجاير. اه والله بشتري سجاير فرد. لا ماما بطليها، بطليها ماما عشان صحتك انت كبرتي. ولو مش هبطلها. اهو بطلع غلب فيها من الوحده والله. السجاير والنت. اسكتي يا بت اسكتي، ما قلتلكيش مش راجل من بتوع النت دول عرض عليا الجواز؟ اه والله. بس انا قلت لا لا طبعا. وانا معقوله معقوله هتجوز تاني بعد ابوكي لايختي؟ انا قلت له لا طبعا لا. تصحيتي؟ مساء الحب 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 مساء الحب. عبدو مساء الحب رسائل حب. ده العادي يا اخويا والنبي. ايوه يا حاج. بس رجلي وجعاني يا اخويا شويه. طب تعالي استريحي. هو مريني يا حاج. اصل الواد عبدو ابني مش عارفه طلع القطر ولا لسه. هو كبير ولا عيل يا حاج؟ لا يا اخويا ده كبير. اعمل معروف. الهي ربنا يسعدك تبص لي عليه شوفه ركب ولا لا. معهوش موبايل ارن لك عليه؟ لا ده على باب الله. شكله ايه؟ لابس ايه؟ بسم الله طويل واسمر ولابس فلين بني. ماشي يا حاج ابص لك عليه. تلاقيه بيدور عليك. جبنا طعميه بدل هيفطر. بس هي الحب. ايوه جبنا طعميه بدل هياكل. بس هي سندوتش. ايوه جبنا طعميه بدل هيفطر. بس هي سندوتش. ايوه بتضحك على ايه؟ بص مكتوب ايه؟ دي جوابات حب. ايه ما انا عارف. وعارف منين؟ عشان ما بعرفش اقرا يعني. واحد صاحبي قراها. وعجبك؟ يقول فيه كلام حب بس من بتاع الغلابة مش بتاع الدكاترة. بس يا ولية احنا في القطر، احنا في القطر. مالك يا عبد العزيز؟ سيب نفسك يدك، انا مرتك برضك. طب بتحبني يا عبد العزيز ولا لا؟ طب ليه بس ما عاوزنيش اسافر المنحة؟ ليه ما عاوزتش تشوف مرتك دكتورة كبيرة جوي؟ قفل على الموضوع ده يا سنة، قفل عليها انا تعبان. واه دي حاجات في دماغك انت بس. انت جوزي وبد عمي وبحبك كمان. طب ده انا ما انساش وقفتك معايا ابدا. فاكر لما اتجوزنا كنت انا في تانية ثانوي وانت اللي صممت اكمل الثانوية العامة واخش الجامعة كمان؟ يا ريتني ما وافقت على انك تخش الجامعة، يا ريتني ما وافقت. ده انت كبرت في نظري جوي يا ود عمي. كان نزلت من نظر نفسي. بعد 5 قراريط عشان اجيب لك عياده في البلد واشتغل انا فيها فراش. عشت ولا كنت؟ ده انت عندي بالدنيا وما فيها. والدنيا وما فيها دي ما بقاش فيها حته عين. بدل ما يقولوا لي يا ابو عزيز يقولوا لي يا ابو فلان ولا ابو علان. علي طلاق بالثلاثه. لو جبت عين لازمه زف عشان يندهوا لك يا دكتوره مزف. ارتحتي؟ رايح فين بس؟ رايح الولد تلويت تلويت زي ما بيقولوها الدكاتره يا دكتوره يا مزيف. عز عز فيوم. مين حضرتك؟ انا صديق عبد الله، صديق قاعد بتاع كليه اداب أسرة الوطن. ايوه ايوه صديق عبد الله بتاع مسرح الجامعه. ازيك؟ وحشني يا ولد. وحشني يا رفيق. اخبارك ايه؟ انا تمام انا كويس. انت فين دلوقتي؟ انت بتعمل ايه؟ الحمد لله اتجوزت معايا ادم واشتغل في الديكور وهي ماشيه. وانت اخبارك ايه؟ يعني بطاش شويه ربك كريم. الحمد لله تمام. اشتغل ايه يعني؟ اشتغل هنا. اشتغل ابيع كتب على ما الاقي شغل.
بعد ما كنت بتشيل كتب كارل ماركس تبيع الكلام الفارغ ده؟ لا وحياة ابوك انا مش ناقص. وحشني يا صديق. الاقيك انا اوصل لك. مساء الحب. مساء الحب. مساء الحب. عز الفيوم اللي عاش طول عمره في الجامعه نجم المظاهرات والمواقف السياسيه يترمي في قطر يبيع رسائل حب. مساء الحب. مساء الحب. ابويا وامي راحوا المحطه عشان يستقبلوني. ليه؟ رجع بكاس العالم؟ اتهبل يابا. مين قال لك تكلمهم؟ وحشوني قهوه صلاه. هما يشيل الطين لما يشوفوك بحالك المجندل ده بلبسك الاخبر وتعبان ومفيش في جيبك ولا مليه. ما انت السبب. قعدت تقول لي سفريه ليبيا ودينار بجنيه ونص لغايه ما خليتنا بيع الجراتين اللي حالتنا منك لله. كنت بتردع اياه بقوله على يدك ملك امل تسالك مني 5000 جنيه مش هجيبوا جراتين دول. خلاص يا صلاح. لا ما خلصش. ما بيش انت مكلبانه في حركه كل شويه انت السبب. انت ازاي؟ ما قلت لك خلاص يا صلاح. انا بفضفض معاك يا اخي لفوق هيطق منك. دفاع انك شايلني في مرض ده. ما تقولش كده يا عز. احنا مالناش غير بعضين. وبعدين احنا اللي هو رمينا جلاليه مالها جلاليه وجرينا عشان نلبس قميص وبطلون. كلكم بص لب الصغير اللي هيقطع جنابي ايديكم تاني. والله هقوم اقلع وكلم في جد الوقت. جبت المشلول الناس هتفرج الناس على السلب بتاعي. الناس ياض بتعيط ليه؟ نفسي القطر ما يوصلش يا صلاح. خايف اشوف امي وابوي. اقول لهم ايه؟ اقول لهم بقالي سنتين ما لقيتش شغلانه يا دوب كنت باكل واشرب؟ ولا اقول لهم يعني اتسرقني؟ ايوه كلهم اتسرقني. سرقونا يا عز. سرقوا كل حاجه. سرقوا فلوس. سرقوا سنين للدراع. مش الحقيقه. ايه؟ هو ده اللي حصل. ما لبنيش غير كلتي اللي اتهربت من كتر القطر. انت عارف انا اللي مصبرني؟ يا ابويا نظره ضاع. امي من كتر القرف اللي شافته في حياتها ما عادش يفرق معاها حاجه. هما يومين وهيفوتوا الدنيا. يا عالم احنا هنكمل حياتنا كيف؟ شايف؟ ايش شايف؟ يا دي يا ستك الغوله استغفر الله العظيم يا رب. شيل رجلك انا. حاضر حاضر. ونام عدل. ما تنام عدل يالا. احلى صول في اسام مصر العربيه كلها. وانت 5 دقايق بحالهم عشان تجيب كوبايتين شاي بروح امك. وليه الغلط في الام بس يا حضره الصول؟ يا هتلاقي منك ولا من الولد. مش عاجبك ولا ايه؟ يا باشا وانا طول اتشتم من الحكومه. يا ليله بيضة. ده الحكومه دي انا لحم اكتفي من خيرها. ده اللي مربياني يا باشا. تربيه وسخه. بتقول ايه يا ولد؟ احلى كوبايه شاي. يا ابني ما 100 مره قلت لك بلاش كوبايات البلاستيك المصننه دي. ليك كوبايه شاي في العياط. كوبايتين في العياط. كابتن من بتوع المج ولا ايه؟ لا يا سيدي، كابتن بيبوس في الشارع. جاي من السويد، امريكاني. يا بختك يا جدع. بشبوشي؟ يا ولد. مش تحاسب مرة بقى عشان الحسد. لا يا تقيل. تقيل في الشاي كيف برضك يا حضرة الصول والخفيف منه ماسك. شاي. في كوبايات هنا؟ ما ترد يا ابني. لا. دي أمي. أمك ومش عاوز ترد عليا ليه؟ تقعد تعيط بقى وتعمل لنا فيلم. ما هو انت اللي دبست نفسك في النيله دي. حد يبوس مره في الشارع؟ كان فين امها ولا ابوها دي؟ تقرب لك ايه؟ مراتك؟ خطيبتك؟ لا صاحبتي. بلاش قله ادب بقى. صاحبتي لو كانت في بلادها كانت قدرت تعمل كده؟ اي حد يقدر يعمل كده في بلدها. انت كمان تقدر تعمل كده في بلدك. يا راجل ابقى ماشي في الشارع وابوس عادي؟ لا ايوه ما علينا يعني عادي اشوف واحده في الشارع اروح بايسها؟ لا يا عمي. يا عمي عيب يا عمي. استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى يجوا من بره يطنكوا علينا ويقول لك ممكن تبوس واحده في الشارع. بذمتك انت ينفع واحد يبوس واحده في الشارع؟ يا ريت. اهو انا مش عارف انت ايه اللي مضايقك. يا ولاد الكلب. جزباله جزباله يا امريكان. انا قاعد مع مين؟ ده بتشرب سامحون؟ يعني ايه اللي ما تضايقش؟ هو ايه اللي ما تضايقش؟ اشوف واحده بتتبس قدامي عين عينك في الشارع كده وما تضايقش يا زباله؟ مش بني ادم انا؟ حيوان قاعد في وسطيكوا؟ ما عنديش مشاعر وبتتأذى؟ ليك 3 كوبايات في العياط واقسم بالله العظيم انا محاسبك على ولا واحده فيهم. استغفر الله العظيم. يا عم عالم عندهم حريه وفي حالهم. ما حدش دعوه بالتاني. ما انتوا عايزينها ميغه. تموتوا في اللغواصه. تموتوا في يا امريكان يا ولد الكلب. يا امريكان يا ولد الكلب. رد اخويا. رد اخويا على امك وشوف رايها ايه في موضوع البوس دون. الو
يا ماما. انا جايب لك اكل معايا يا دناي، زمانهم مجوعينك. عامل لك المكرونه اللي انت بتحبها. الاكل فين يا معاد؟ في العربيه يا اخويا. ايوه كنت عايز اجيب لك اكبر محامي في البلد بس طلع مشغول. ادوني واحد كده اسمه استاذ شكري، بيقولوا له ما يجيلكش نقف معاك واقف رجاله. طب يا حبيبي يا ماما خلاص بقى. طيب طب انا هستناك على المحطه، مش هتحرك ابدا. مع السلامه يا عيني. لحظه اقول له حاجه معاد. طيب يا اخويا طب خد، عايز يكلمك اهو. طيب اهو عادي. اقول لك ايه يا ماما زيعني وانت بوس ست هرمي خواجاي، كنتوا قاعدين في عجلات عربيه من قدام ولا على الكنبه من ورا واخدين حياتكم على الاخر؟ طبعا ده هيغرب القضيه 180 درجه. الله يكبرك يا راجل وخوه. كل منك انت وعيالك، منكم لله. اهو عايزه تجيلك اهو وهيساعدك ويشيل عنك، مالكش حجه. لا انا مش عايز منه حاجه، هو بس يشوف نفسه وصف اخوات البنات وانا هعشقهم. الا تفتكر يا بهنسي الولد يعني شايل قدين حوش كام يعني؟ قال له 120 بقى دول سنتين او ليه؟ يا رب ده احنا نبدأ حيجري بحال. لا بقول لك ايه؟ اللي نتفق عليه انا وانت هو اللي حكوه، ما تقعدوش تزني في ودانه بقى. ها فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا اخويا فاهمه. من طعميه الله لا يسيع. احنا نقول له اشتري الجراد بتاع محروس اللي عايز يبيعه. وانت فيك حيل تزرع ولا تقلع؟ ادينا قرنين فلفل بس من الحامل. خد شكريه. الواد عايز يعمل له مشروع، ربنا يبارك له فيه. مشروع ايه؟ الأفضل الحين. طب انا من يوم ما بعت حته الارض اللي حلتني حاسس ان انا ماشي عريان. مر نمت وضهري نجح عليه غير من يوم ما رميت الفسخ وقعدت لا شغل ولا مشغله. يا راجل جينا بنشتري الفيل في الانعيم بعد ما كنا بنزرعه. حلم الغلابه هبابه ولقمة عيش وضلعت سحابة، نموت في اليوم 200 مرة، نعشى حلوة أو مرة، نشوف بكرة من امبارح ويصبح حلمنا ذكرى. يا فاكر الأغنية دي عملت ايه في مزارات الجامعة يا منعم؟ حركت المزارة لحد باب مكتب العميد يا ابن اللذين. زارة منعم ان احنا اللي ماشيين غلط مضايقينها قوي، الناس كلها ماشية شمال واحنا مصرين نمشي يمين. قال يعني بس احنا اللي بنفهم في المشاعر وفي الاحاسيس. عارف ايه اغنية واحدة بس تضرب ولا يغنيها حد معروف؟ نركب ونكسر مصر والفلوس تجري في ايدينا زي الرز. لا يا عم انا ما بفكرش في الفلوس زيك، انا كل هم ان كلامي يوصل للناس. ان شاء الله هيوصل، ما تخافش والله. فاكر الاغنية دي يا ملك؟ اسمع كده. يوه يا فريد، قلت لك انا في المحطة بجيب حاجات لابوي، انجز بقى. الكارت هيخلص. سلام سلام. عايزه تدبي مشوار 20 كيلو عشان اشوفه؟ ما يمكن معهوش فلوس يا بنت. يمكن بقى هو كده مش صريح طول عمره. هتعملي ايه امال؟ ولا حاجه، ابويا قدامه ساعه ويجي، لو جه ما رجعنيش هيبقى يوم اسود. روح انت بسرعه وتعالي، لو اتاخرتي هدي له انا الشنطه واقول له ان بنتي منى خافت تتاخر على المدرسه. صايعه يا بنت طول عمرك. اوعي ودي عليها كده ولا كده تمشي معاه وتنسى ابويا. انا عارفاك يا حسره، ما انت يا اختي شايفه المحطه كلها ناشفه لما فيها حاجه واحده بس تفتح النفس. ايه يا فريد؟ استني يا بنت، احنا فين يا نالا؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها الشرقانه. يخرب بيتك ليه؟ عامل بنت مشتاقه عايزه تشوفني بعد البلاغ. ولا كبرت يا صايع وبقيت تقول عن السرقه بلاغ. خليها يا اخويا تجي لك تحت الكوبري، هو برضو حته مقفوله تعرف تدحر فيها. دحر فيها؟ اخرس. الو يا بنت، بقول لك يا منى يا منى، قريت فيها رصيدها خلص، هات العده بتاعتك عشان الغيها. اهي طلع سنترال اهلك، انا ما تروح لها ارخص. يلا عم فلفل ورانا مصلحه عايزين نقضيها. ايه يلا حبيبي انك ليه؟ يلا يا اخويا يلا. انت قاعد كده ليه؟ خلاص؟ لا لسه. يلا يا دزل اشتغل معاه. لا حول الله. يلا يا دكر منك ليه؟ قدامنا كيلو هيتشال. يا دي الليله السودة، انت قاعد متخمر كده ليه؟ اصل دي اول مره. اصلا اول مره هي شرب سجاير. يلا حبيبي شيل معاه. يلا بقول لك يا اسطى. نعم. انت قبل ما تليل علينا. انا خايف. خايف؟ يا ده انت لو سخنت عليها تاكل. انت هطل خايف مين؟ يلا حبيبي شيل معاه، ما تخافش من حاجه ابدا. يلا حبيبي. لا اله الا الله. بقول لك ايه يا ده فلفل، احنا مش بتوع حب يا جواز ايه ونيله ايه؟ طب جرب كده خلص معاه في الحنايه. ده اللي عاوزاه اي بت، ما يجيبك يا قرد
الا الموز. قرد ايه يالا؟ ياض انا ما بدورش على قرد، عايز موز. انا عايز احب، احب واتحب. ايه مش مكتوب لي احب؟ ياض الحب ده للطلبه اللي ما عندهمش اخوان يعيشوا فيه. اصحى احنا على باب الله يا عم العبيط. عبيط وبحبها. تحب مين ياض؟ دي بنت لسه شايفه جسمها قريب في المرايه. صبري ناهيه. ماشي وديك بتظبط مستقبلك عشانها. اهو برضو تبدا حياتك معاها في الحرام. يا الله يا الله يا الله يا الله. حبيبة قلبي انت فين؟ سميرة؟ سميرة مين يا مرة؟ انت ضربة برشام؟ انا صبري الميكانيكي. بيتك انت بيت ما بتفهميش؟ ساعة كده وكلميني يا اختي. بطلي رغي بقى. طب يلا. طيب. حاضر. هسلم لك على مسعود. يلا قفلي بقى يا روح امي. مع السلامة. نسوان فاضية يا اخويا. بقول لك ايه؟ ما تقوم كده تاخد لك لفة كده وتشوف لك حاجة تعملها. ما تفوق يا راجل وتقوم. ما انت ما بتسمعش كلامي. لو كنت ضربت طبق الفول وشوية الجرجير كان زمانك مشعشع. مالك شايل طاجن ستك ليه؟ مفيش حاجة. تلاقي عيالك أكلين دماغك عشان المصاريف، وأكيد طبعاً أمهم عمالة تهري وتنقد في نفسها، فاكراني يا أخويا قاعدة في البورد. تيجي تشوف يا أخويا، تشوف الخيبة اللي أنا فيها وتاخدك وتمشي بلا قرف. سيبيها في حالها، هي قادرة تتحرك. الروماتيزم موتها، حرام عليكي. ليه يا أخويا؟ ما هي زي القردة، لسه شايفاها بك النهار في السوق. كانت. ربنا يشفيها. ايوه يا اخويا ادعي يا اخويا ادعي، ادعي لها ادعي لها. الا ما شفتك مره بتدعي لي يا راجل. طبعا ما هي القديمه تحلى. انت عايزه تقولي ايه؟ هتخليكي في حالك. شوف يا اخويا الراجل عايز يكتمني ازاي. ما تقوم يا اخويا تتهوى وتخلصني من قرفك، بدل ما انت قاعد لي على الواحده كده. دي حاجه تقرف. لا انت النهارده فيك حاجه مش مظبوطه، مش مريحني. ياسمين بنت جالها عريس. كفاره يا الف بركه. قال يعني اللي متجوزين مرتاحين قوي ومبسوطين بلا وكسه. انت يا اخويا شايل الطين ليه فوق دماغك؟ ما تفرح يا اخويا ببيتك، اهو هم ونزاح. وقعد في حاجه تفرح. البت ما حلتهاش غير الهدمه اللي على جتتها. ياما قلت لامها تشيلي لها حاجه لما تكبر. راح حصل. والنبي لا زغرت لها، دي بنت طيبه وغلبانه زيي. انت زغرتي وانا هحط الطين على دماغي. يا اخويا ربنا يعدلها. بقول لك ايه، هو انتوا اتفقتوا على حاجه؟ اتفقنا احنا هنجيب اوضه والمطبخ، وهو ربنا يكرمه جاب الشقه. ولو اني مش عارف يا صفيه هنجيب المطبخ منين والاوضه منين. يا اخويا ما تشيلش هم، ربك يسهلها. بقول لك ايه، ما تنساش تجيب لنا بطيخه حلوه كده وانت جاي. بس اوعى يا اخويا الفكهاني يضحك عليك زي كل مره ويديها لك قرعة. بلا وكسه البختماي حتى في البطيخ. عمري راح في البص على الفلنكات للنهار عشان 400 ملطوش مش عايزين يتهزوا. اعمل ايه؟ اقدم على معاش مبكر ولا اعمل ايه؟ دول حتى لغوا فلوس الاجازات، والعريس كمان مستعجل بروح امه. اقول له ياجل الدخله شويه؟ لا، لازم يتدبس ويدخل بسرعه. ما يعرفش ان البيت زي امها، لو اتعشرت شويه ما حدش هيطيقها. عيني عليك يا بنتي. فيها من عندك يا رب يا رب. اخلع فلفل انت والعيال بسرعه، الشاكوش بيمر. خليك على السكه من بره. انت هترغي يا ابن الورمه. يلا يا صبري، قلت لك بلاش لغط الاسطوات دي. خلاص يا عم هننطر. يلا سلام. يلا يا جدعان حملوا القرابيب والحديد وغطوا الحاجه. يلا خلوها غور من هنا في لعبك. لا باشا يا في ايه؟ مالك يا في ايه؟ يخرب بيتك، ما تقصد قلت لك شويه الغفير بيمر. يلا نمشي نمشي من هنا يا استاذ قبل ما حد يشوف. نمشي من هنا قبل ما حد يشوف. مالك يالا؟ مالك في ايه؟ بتسيح لنا ليه؟ بتسيح ليه؟ تعبان يا استاذ،
بلاش انا مشيني مش هقول لحد. انا عايز اروح. عايز تروح؟ اه. وانا واخدك بطشف. انت جاي لنا من علي مصيبه يا اخي. قالوا لي هيدوك 50 جنيه. مش عاوزهم. انا مش عاوزهم. انا ما بقتش حمل بهدله ونفخ وحاجات. مش عايز تنفخ؟ تعال بس تعال طلعت عيني. اقعد هنا ومالكش دعوه بحاجه. يلا. ولو حصل حاجة سيبنا واجري برقبتي. يلا يا رجالة. بأمانة. بأمانة. يلا يا جدعان. يلا. الله يخرب بيكو. بوصلوا البلد عربجية. أحمر. تلاقي أمك جابها لك يلا. What did you say? يلا عربجية. عربجية. فاهمها ازاي دي؟ سيبك من اللي بقوله. تسمعي اف ام ولا راديو؟ ليتس جو تو محاتا. ها؟ محاتا محاتا. بتتكلمي عربي يا بت؟ بتتعاملي فيها اجنبيه يا بت؟ شكلك بتاعت محطات. يا حبيبي يا عسل. هاي عادل. هاي هوني. واتس اب؟ ها؟ يو لاف ذا هوتيل؟ اي تولد يو ستي تو ماي مام كومز بيكس يو اب. ها؟ هاي هاي ستوب ييلينج. There's no need to be angry right now. بتبوسها قدامي؟ ده انت واد قليل ادب، ما حرمتش؟ انا مش فاهم يعني حتى البوسه دي كمان مضايقاك؟ لا اسمح لي بقى ده مرض. اخرس! هو ايه مرض؟ اقسم بالله العظيم لو التليفون ده رن تاني هاخضر بيه بره وانا اقر. الاحترام والادب بقى ومرض. هات التليفون ده. سويري. هات! He, the police dude was talking. Yo, 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 hello? Hi. Hello? Astaghfirullah al-Azim, kulli zanb al-Azim. Da sotha da? Oh. Astaghfirullah al-Azim, kulli zanb al-Azim. Ma tkallimha tani? He's totally nuts. I'll call you later. Bye. Ayywa, ayywa. Bye-bye. Wala. Mahatta. Faddali asad. Ishta. 20 باون بالصلاة على النبي دولارز. I'm in the terminal, where are you? يا أستاذ استهان قد إيه سهل عين؟ كل حبوس بوس يعني؟ إحنا ما دخلنا معاك. تفضل هيدو يسير تفضل. تايهين ضايعين مش لاقيين المرسى عايشين خايفين طب انت بقى نرسى. لو متضايقين نمشي احنا يعني بس قلنا نسمع شوية غنى وكده. لا عادي والله انتوا منورين. انت اللي بتكتب الكلام ده صح؟ اه. انت يا بنت منى مش كنت بتكتبي اغاني زمان؟ اه والله ده انا بكتب كلام حلو قوي بس ابويا ظبط الكراسة لا فيها بقى كلمة بحبك راح مقطعها ومقطعني انا كمان. لا قول لي يا اخويا هو البتاع ده بيغني عمرو دياب وكده؟ بيغني عمرو دياب وام كلثوم وعبد الحليم. انا بحب عمرو دياب قوي سمعني حاجة عمورة والنبي. بعدين بقى امي بتي عايزة اروح الكابينيه. ما تروحي لوحدك يا بنتي مزنوقة. بنتي يعني حبكي دلوقتي. سؤال اخر بس يا استاذ عادل معلش. وانت بتبص ست هريم الخواجاي استاذ جابت معاك يعني ولا اتمنعت؟ اضربك في القضيه 180 درجه. I can't understand why you came here. All what happened to Ada is because of you and you know that. It's not my fault that your country is still living in the dark ages. بتقول ايه الوليه دي؟ استني يا ماما. Actually my country is not living in dark ages but we are respectable and polite people. That's why we don't kiss men in the streets. We can kiss men in the streets because we are clean and simple and we have nothing to hide and you have so many things to hide here. بنصلي على النبي عليه. It's okay. But I hope you live عدل to his life. I think it's Ada's decision, not yours. يا اخي فهمني بتقول ايه؟ والله يا حاج زي زيك، انا ضعيف جدا في الانجليزي بس 50 50 يعني. 50 ما بتعرفش انجليزي امال محمد ازاي؟ انت حاسب على كلامك عيال، دراسة القناة عندنا فرنساوي مش انجليزي. خلاص يا اخوي، فهميني بقى، كانت بتقول لك ايه؟ مفيش يا ماما، بقول لها تسيب عادل يرجع لحياته بقى. اركنيها على جنب دي منيلة، المهم كانت بتتخانق معاك تقول لك ايه؟ الهلم مش عاجبها حال البلد. والله عندها حق يا اختي. هي البلد يعني عاجبه مين؟ قول لي يا اخويا اطلبوا على التليفون عشان نعرف هو فين ولا انت كمان ما تعرفش عربي. الله يحزك يا حجه والله العظيم هو في حد له كيفه في العربي ولا يعرف فيه؟ ده انا جاي في الصعب. اتفضل يا حجه. لو امك رد عليها انما لو البت المسهوكه الثانيه دي ما تردش عليها خالص مفهوم ولا لا؟
لا ده المحامي يا عم. والله انا شايف ما فيش اي لازمه الموضوع المحامي ده، كل الموضوع ان انا هاخدك هنكشف عليك في القسم وهتروح تاني. بعدين معلش لما مؤاخذه يعني، انت اللي دبست نفسك، حد قال لك تعترف؟ اعترف؟ انت ليه محسسني ان انا قاتلها مثلا؟ يا عم وكيل النيابه بيسالك جوزتها ولا لا؟ اقول له لا، الانكار هيفيدك. طب وانا اكذب ليه اساسا يعني؟ يا ابني خد مني انا خبره 40 سنه في موضوع الاحكام دون، الانبياء والملائكه بس هم اللي ما بيكذبوش، انما احنا البشر ممكن نكذب عادي. عندك حق، انا اللي بقالي كتير بره نسيت الروتين والكذب. بقول لك يا استاذ، هو انت ما تفكرش كده يعني تتجوز بنت مصريه تلمك وترجعك بلدك؟ لا والله بفكر يا حضره الصوره. والله العظيم اهل بالله. لا والله بذمه اهلك انت بتفكر تتجوز واحده مصريه؟ والنعمه لا اله الا الله، لا اله الا الله. مكتوب لك يا سلوى يا فرج الله، صدق بالله انت عروستك عندي. شوف بقى يا استاذ عادل، انا اقول لك على حاجه، اقسم بالله العظيم انا من اول ما شفتك قلت انا قلبي انفتح لك، وحاسس كده وانا بكلبشك ان احنا هنفضل متكلبشين مع بعض على طول، يعني هيحصل ما بيني وما بينك قرايب نسايب. تاخد من عندنا، اخد انا من عندك بس مش من امريكا. اه والله العظيم، والله العظيم انا هتنزاح يا سلوى. سلوى مين دي؟ لا ما لا ما زغرته يا اخوان، يا حاجه زغرتي والنبي يا نسوة. الله 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 الله, الله, الله. ايوه زغرته، زغرت يا عم سامحون. بسم الله الرحمن الرحيم والدين. لقيته يا اخويا؟ يا حاجة دورت على عبده ده في القطر كله ما لقيتوش. انت متأكدة انه ركب القطر؟ والنبي انا عارفه، هو قطع لي التذكرة واداني الورقة دي وقال لي لو تهنا من بعضينا ابديها لأي حد يقراها وهو حيروحك، وما شفتوش تاني. اشوف الورقة كده، بيقولك يا حاجة اي حد يلاقي الست دي يوديه. يوديني فين؟ وديها البيت، البيت يا حاجة. يا حسرة، واحنا لينا بيت؟ انت متأكدة يا أمي انه ابنك اللي كتب الورقة دي؟ أيوة هو حبيبي اللي كتبها. هو شغال ايه؟ هو على باب الله بيمسح السلالم، ولما أرضى بياخد الزبالة من الشقة، وربنا بيرزقه. وكنا قاعدين في مطرح مرتاحين، جا صاحب البيت طردنا عشان الأجرة المكسورة. جات له شغلانة في بني سويف، قال لي يا أمي تعالي معايا، ربي هنا ربي هناك. قلت له حاضر يا أخوي، الوقت يظهر والنبي الوقت يظهر، ويروح فين يعني. أكلت يا أمي؟ من صباحية ربنا ما حطيتش حاجة في بطني. طب أنا أجيب لك حاجة تفطري. لا 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 معلش، أصل أنا كنت هاكل مع الواد، بس الوقت نفسي استدد بقى. سيق عليك النبي يا أخويا، ودينا العنوان اللي هو كاتبه ده، الواد غلبان ملوش حد في الدنيا غيري. إن شاء الله يا حاج، ما تتحركيش أنا هرجع لك. عبد العزيز، أنا عمري ما هتكبر عليك، بس ده مستقبلي وحلم حياتي يا عبد العزيز. ليه بس عاوز تحرمني مني؟ انا لازم اسافر. هتسافر مع راجل غريب كيف يعني؟ ها؟ ما فهمهاش انا الحكايه دي، او تقعد معاه كمان في لكندا واحده، ما دخلهاش راس الحكايه دي. ايه ايه يا مرات ايه؟ بس قدامك ها؟ انت ما واثقش فيه؟ انا ما واثقش في الدنيا بحالها. شوف يا سناء، يا انا يا المنحه دي، بس دول ست شهور بس يا ودعم. وهي ست شهور قليلة يا سناء. أقول لك على حاجة يا سناء، عليها الطلاق بيت ثلاثة، لو سافرت المنحة دي لا تكوني طالق. وكمان بتحلف عليا بالطلاق؟ بطل عادة التخلف بتاعك ده. اقعدي اقعدي، وأنا مهملك ومش قاعد أنا كمان. ما تضحك يا ما تضحك هلا، تعمل لي فيها قفش اروح امك؟ وروح بتامك الغاليه، لا تروح لستك النهارده وتخش المدرسه عادي. انا مش عايز اسيبك يابا. لا تفهمني بقى، انا خايف اموت واسيبك لوحدك هنا في القطر. ما تفهم يا علي،
عادش يا قلبي، مفيش راجل بيعيط، ابوك عمره ما عيط. طب اقول لك على حاجه، انا امك الله يرحمها ما ماتت كانت خايفه عليا وعليك، قالت لي اسيبكم لمين؟ قلت لها يا ام علي ربنا موجود، وكنت بضحك في وشها عشان تطمن وما عيطتش. ومن يوميها يا ابني وانت بتعلق في ايدي زي براد الشاي. انا بحبك قوي يابا. وانا وعهد الله بحبك اكتر، بحبك اكتر من روحي يعني. ويا لم ربنا انت فراقك هيعمل في ايه؟ بس العالم حلو برضه يا ومين عارف؟ يمكن تطلع مهندس ولا دكتور. هتتبرى مني يالا؟ اوعى يا ابني، الكلب تتبرى من ابوك. منه ضياع شايف قطر. قلت لك مفيش راجل بيعيط يالا. اوعى اشوفك بتعيط فين. ربنا موجود يا ابني. ربنا موجود. يلا 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 لم الكوبايات يلا يلا خلينا نشوف اكل عيش. شاي 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 شاي. ايه ما ترد؟ ما انا هرد. واتس اب سيس؟ احنا بنطمن عليك عادي يعني، ما حصلش حاجه. خلاص اقفل اقفل سلام. ايه خلاص زهق مننا كله، من بيت الكلب اللي قاعده دي هي اللي مقويه علينا وخلته نسينا. انت عايز الحاج يعني؟ ايه يا ابن هز بصراحه. بس يا جماعه بتفهم عربي يا اختي؟ ما تفهم ولا تسالس. امال يا اختي لو كان اتجوزك؟ لا 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 كنت عملت فينا ايه يا حبيبتي؟ خلاص انا معاك عايشه معاك كده في الحرام. ده حتى عيب كده. هم راحوا فين؟ انا عارفه يا اختي، تلاقيهم في الحمام ولا بيشربوهم سيجارتين. ما هم فنانين بقى ولا غروا في داهيه؟ دي عيال ملزقه كده وعامله فيها حساسه. على فكره بقى ده ذنب فلفل اللي طعناه. تلاقينا بفضلك يا خايده. مين ده؟ ده ميت يا حبيبتي. طب يتقدم لك يا بنت؟ منين يا حسره؟ ده بيصرف على امه واخواته. يعني هتفضلوا كده من غير جواز؟ انا متكلم عليا الواد سعيد المساعد بتاع ابويا في الجط. انت موافقه؟ اه عادي يعني، مش فرجالي هو راجل والسلام. هاتي بقى موبايلك لما اكلمك. خدي يا اختي دمرتي ام الكارت. والله ما انت طول عمرك هرياني. يلا يلا ربطت العصبي في ايه؟ الواد ده اتخطف وهو اتغير شكله. يا ابني مالك يلا في ايه تاني؟ الناس يا اسطى هتموت لو القطر ده جرى له حاجه. بس مين اللي تموت يا ابن الموكوسه؟ ده طول عمرنا بنسرق حديد القطر. لا قطر بيتقلب ولا ناس بتموت. عارف ليه؟ غفير مسعود بيمشي على السكه، لو لاحظ اي حاجه بيتصرف. بيتصرف ازاي يا اسطى؟ احنا شلنا الحديد كله. فاهم فاهم. تعال تعال. غفير مسعود بيبقى معاه شنطه، الشنطه دي فيها كبسولات. لما بيمشي على السكه ولا حته حديد مخلوعه بيجري قبلها ب 800 متر يحط اول كبسوله. لما القطر بيعدي على الكبسوله دي بيترقع، السواق بيعرف ان في مصيبه يبتدي يهدي. يكون غفير جري بعديها ب 300 متر عشان يحط الكبسوله الثانيه. لما القطر بيعدي عليها ويتفرقع بيعرف ان المصيبه كبيره، يبتدي يهدي عشان يسمع الكبسوله الثالثه. لما بيسمع بقى فرقعه الكبسوله الثالثه بيعرف ان القطر هيتقلب فلازم يقف. مين اللي بيحط الكبسولات يقف؟ ايه الغفير؟ يعني احنا ناس كويسه؟ ها؟ احنا بناكل عيش بس، بناكل عيش يا عم الحاج. فهمت ارحمك. كده فهمت؟ انا عارف النوعيه دي. يا نهار اسود، الغفير مسعود، الغفير مسعود. يلا يلا روح عطله عطله على قد ما تقدر معانا حد كتير. يلا يلا صرت امي اخرس. يلا يلا يا عم يلا يلا يا يخرب بيتك. عم مسعود ازيك؟ عم مسعود عامل ايه؟ الحمد لله. انت مين يا ابني؟ ايه ده انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ابن اسمه ايه ده عم سيد السواق صاحبك، انت نسيته؟ سيد مين؟ اه معلش يا ابني اصل دماغي متهوله شويه. لا متهوله انت مش فاكرني يا عم مبروك؟ ده انا انت ياما شلتني وانا صغير وشخيت عليك. نسيت عم اسمه ايه ده رخر؟ عم رضا السواق. مش فاكر متولي ده خالص. متولي اسمه عم فتحي يا عم معلوف. انت سلم لي عليه. سلم لا سلم لك عليه ايه؟ ده انت لازم تيجي معايا بنفسك تسلم عليه والنبي عم مبروك. بعدين بعدين. لا بعدين ايه؟ ده عيان يا عيني. ده عيان. لا ما دام عيان اجي معاك. زياره المريض واجبه برضه. لا زياره المريض ايه؟ ما هو خف خلاص الحمد لله. يلا انا هسيبك دلوقتي بقى عشان انت شكلك وراك شغل. هات السيجاره دي ماشي يا عم مبروك. الله يخليك. الله يكرمك. الحمد لله انه خف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
حتى صحابي نسيتهم. أنا مين عليا خرفت ولا إيه؟ لما أنا خربت كده وأنا بجوز بنتي الكبيرة، من صغيرة عايش لها إزاي؟ بجوزها منين؟ أتلكك وأرفض الواد؟ بنتي هتكبر ولو عجزت هبقى أنا السبب. هعمل إيه؟ ايوه عامر مين؟ ما تاخذنيش يا ابني، دماغي مقلوبه، الخط بيقطع. ايوه يا حاج كده سامعني؟ انا عامر يا حاج. هي مش ام عبد الله قالت لكم ولا ايه؟ انا جاي عشان بنتك يا حاج. ايوه انا العريس. ايه؟ انا نازل اجازه يا حاج وبكلمك اهو من القطر. خلاص يا حاج هاجي لك بعد العشاء ان شاء الله. مع السلامه. والله عموما انا ما عارفه اعمل ايه. انا مش هتعالجي بقى العربيه عشان مصاريف العيال. صدقي يا بنتي فكره كويسه، ما هو هيعلم العيال بفلوسها. ثانيه بس معلش. بقول لك ايه يا ماما، ما تستجدعي معايا كده وتسلفيني 10,000 جنيه من فلوس صندوق الزماله. وعد وعد والله يا ماما، اول ما ادخل لك الجمعيه واقبضها هديهم لك على طول. ما ينفعش، دي اول فلوس همسكها في ايدي من يوم ابوكي ما مات. يا ماما بس، وانت هتعملي بيهم ايه؟ هعمل بيهم ايه؟ يا لهوي، هبيض الشقه وغير الحمام واجيب لنفسي هدمتين عليهم القيمه، نفسي في صندل بدل الشبشب المقطع اللي بخرج بيه ده واللي هو مش من حقي يعني. يا ماما كل ده يا ماما ما يجيبش 2000 جنيه. انت عبيطه يا بنت، يا بنت لما كان ابوكي عايش بيضنا الشقه بس ب 2000 جنيه، شوف دلوقتي بقت بكام؟ يا ساتر. كتر خيرك قوي بجد، شكرا. امسك شاي. في ايه يا بنت؟ ايه ده؟ انت بصلي يا بنت في ارشني يا بنت؟ ارشني يا بنت؟ عريضة عريضة. انا ما اتجوزتش يا بنت ورميتك، لا زعلت لا في عيل ولا في بيت. صلي على النبي يا حاج. انا لسه متجوز ايه؟ فلوسي وفلوس ابويا، حرام عليك انت بتعملي ليه كده وانا بشحت منك؟ يا ايد امك عادي. يا سودة يا سودة طلعي اللي في قلبك يا سودة. انا عارفة جوزك المهيتر هو اللي عمال يزن على دماغك. الفقر هو اللي بيزن يا شيخة، الفقر والحوجة اللي بتزن، حرام عليكي. انا غلطانة اصلا، انا جيت معاك المشوار ده. انت عشان تلعبيني يا علي لما قلت لك لا. يا ظهري وعايزة ترمي نفسك في العطر. انت اصلا لو بتسيبي الفلوس انا مش هاخدها منك. انا لو واحدة في الشارع يا شيخة كنت صعبت عليا. يا بنت انت ما تقوليش بعد الشر عليك يا بنت. ولا شر ولا حر الا يا ربنا يا فندم يا شيخه. انا نوصل وناخد الفلوس اللي هنخسرنا بعض. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخه. ده انا في حوجه، ده انا بنتك وانا واحده غريبه قوي هيسيبيني. حسبي الله ونعم الوكيل. بنت الجحده قال ايه؟ مستخسره وفيا ما نعيش مرتاحه يومين عشان تعرف في مدارس اجنبيه. مساء الخب، مساي الحب. وتقعد معايا شويه يا جدعان، والله وحشنا قوي يا عز. وانت اكتر يا صديق. انت قريت الكلام المكتوب هنا ده؟ قريت. ده الواد ادب ابني شربات، يكتب 10 كتب احسن من الكتب دي. الكتاب اللي بتتريق عليه ده يبيع اكتر من نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يا عم، احنا نستغل على بعض، نجيب واحد حب بعض. ما هي دي الافيونه، الناس مكتوب لها الكلام اللي بتقولوا لبعض. بعدين الناس هنا الغلابه هيقروا ايه يعني؟ كبيرهم واخد ابتدائيه. تقلي رواك هنا يا عز. يعني بتكسب كويس من الشغلانه دي؟ اهي ماشي ماشي. الناس دي عارفه انك معاك ليسانس اداب؟ ولو عرفوا هيحصل ايه يعني؟ ضيعت عمرك في التعليم ده. خايب. وابويا خايب هو كمان. ضيع شاي عشان ابنه يبقى خريج جامعه، وهو قاعد في البيت عاكس مش عارف حتى زوره. عندك حل يا صاحبي؟ قدامك شغلانه توفر لي سجايري، سكني، لومتي، اوضه ايجار جديد. مش عارف اقول لك ايه. مش هتعرف تقول لي ايه، مفيش حاجه تقولها.
ده انا اتجوز واحده معدومه مش عارف اجيب لها اوضه نوم ب 5000 جنيه ومش عايزنا بيها رسائل حب. انت عارف اخر كلامنا ايه؟ هتقول لي هشوف لك شغلانه تاخد موبايلي. ما تردش عليا مش عشان كارهني، لا عشان ما عندكش حاجه تقولها لي. رسائل حب، رسائل حب. كل ما بنجرب بحس ان عامل زي العيل الصغير اللي عايز يترمي في حضن امه لسه فطمان. هنقول ده مسخره البلد كلها. انا لازم ارجع عرض ابوه ان شاء الله لو كلها بالمش. انت عندك ارضاني اروح فين؟ اروح فين ده تقول لي؟ قلت لك ما تبصليش كده، ما تشيلش القرف سنين طويله ولا قلت اي نفوخ ساعه في عز الشمس عشان خاطر دينار ونص. كنت عايش معاك في التجربه كلها مسكك تاكل، وكنت اقدر ارجع بس قلت لا عشان ما تقولش بيع على عرض ابويا. هو ما رضاش بيا، هو اللي ضاع من عمري مش زي اللي ضاع من عمرك. ولا فلوسك انت الحلال وفلوس انا الحرام. انت بتعيط فين؟ لما شفت جمعك في عز الشقا ما تبقاش مرة. عيط هنا يمكن اقدر اخش تعب قدام امي وابوي. أنا الكبير يا صلاح، أنا اللي مستنيني نرجع بالفلوس والشنط عشان عوضه بسنين شقاوة. أنا اللي هقف في البلد في جوازاتهم يا صلاح. أقول لهم إيه؟ أقول لهم إيه وأجيب لهم كيف وأنا حتى مش عارف أصلب طوني؟ شاي. بقول لك يا أبو خالد، أنا معايا 2 جنيه يطمن من قبل ما نسافر. شاي. بقول لك يا بلدين. أي. كم واحد الشاي؟ 2.5 جنيه. معلش عايزين كوبايه واحده. كوبايه واحده هو يوم اخبر. شاي منحوسين حتى في الشاي. هنقسمه على بعضين زي ما قسمنا كل حاجه سوا. اشرب كوب. ياض خد ياض شاي. جدع ياض خد دي من عندي. كتر خيرك يا براديل. كتر خيري ايه؟ قطر نص جنيه هنصرف على القطر وركبه. اذا كان لابد تقسموا حاجه اقسموا دي. ربنا يخليك يا براديل. شايف الرزق؟ شاي. حد يقول واحد شاي؟ جبت لك معايا اكل. ايه يا ابني بس؟ انا كنت هاكل مع الواد بس بقى نفسي اسدد دلوقتي. ما تخليك نرجعك معانا مصر. ما اعرفش اروح فين في مصر، ولا اعرف في البلد اللي القطر رايح، ولا اعرف اروح هنا ولا اعرف اروح هنا. ليه يا عبده؟ ليه يا ابني وجعت قلبي؟ ليه حيرتني يا عبده؟ معقوله يا امي مالكيش حد قريبك كده ولا كده؟ افتكري. لا ليا بس تعرف الزمان ده بقى محدش بيسأل في حد. بص يا امي انا هقولك على الحقيقة. حقيقة ايه؟ ان الكاتب في الورق اللي سابها هي حد يلاقيكي يسيبك في دار المسنين. ايه؟ يقطعني. يبقى الواد زعل مني. اصلا انا قلت له ان دواء السكر خلص. ما انا قاعده يا ابني من غير دواء بقالي مده. يقطعني. يا ريتني ما قلت لك يا عبده. يا ريتني ما قلت لك يا حبيبي. انا السبب. زعل مني ده. هو ملوش حد. مفيش في الدنيا حد يعرفه غيري. انا اللي بغسل له هدومه. يا امي ابنك يا حبيبي انت زعلان علشان؟ طب انا خلاص يا ابني انا رجلي والقبر، انما انتوا هتعملوا ايه في سنينكوا السودا وايامكوا المهببه دي؟ يا حبيبي لو عايز تخدمني يا حبيبي رجعني مصر. حاضر يا الف لفه وارجع لك. بس سايق عليك النبي حياه شباب يا رب ما تخض عليك. تحيينا وترجع ولا حسب لي ورقة زي عبده؟
يا ناس، دكتور يا ناس، الحقوني الحقوني، مفيش دكتور، مفيش دكتور في الارض، الحقوني يا ناس، امي بتضيع مني، امي بتضيع مني، الحقوني، مفيش دكتور هنا. انا دكتور، الحقيني قدام امي، الحقيني امي. وسع وسع عشان النفس. يا ابا ايه فطري دي؟ ما فطرتش حاجه بالظبط. هات لي كوبايه ميه بسكر جوام. هي عندها السكر؟ اه عندها. ابو عزيز هات لي شنطتي جوام. يا ابا يا ابا وزينك يا ابا يا ابا ما تخافيش، دي ازمه سكر بسيطه. ربنا يكرمك يا دكتورة يا رب. لازم تاكلي حاجة يا أمه. ها خد سجيها دول. خلاص انت كده بكيتي كويسة، الدنيا مش مضمونة. حقك على راسي والنبي يا أمه، حقك على راسي، سامحيني والنبي. لو قصتي حاجة أنا قاعدة أتجرجع. كتر خيرك يا بنتي. ألف سلامة. شوية دقيقة عشان دكتورة، اتفضل شوية دقيقة عشان دكتورة. أيوة سندوتش، أيوة جبنة طعمية بيض اللي هياكل. ولع. إيه ده؟ في القطر كده؟ يا عم ولع عادي، أنا معاك ولع. يا وحشتني السيجارة. وحشتني السيجارة دي، مش هتلاقيها غير في مصر برضك. أم الدنيا. أه يا عم أم الدنيا طبعًا. بص بقى، انا عايز اوريك على حاجه بقى. ايه بيني وبينك كده؟ بص دي سلوى اختي. والله العظيم كل اللي يشوفها يقعد يضحك. اول البنت تشرح القلب صح، وانما كل اللي يشوفها قلبه ينشرح كده حاجه. بسم الله. بس ايه سلوى دي خريجه جامعه، معاها شهاده، وبتعمل اكل بقى. لا تقول لي لا سويسرا ولا لندن ولا اي حته في امريكا، هات امي وامك بقى. ايه وانا في ايه؟ ما تحترم ذات نفسك يا اخي، بتبص على ايه؟ لا يمكن مخلوق في الدنيا يبص على اختي. عيب. شفت سلوى؟ حلوه صح؟ استغفر الله العظيم يا رب. والله العظيم بناتنا دول غلاب، من اول ما يتولدوا يفضلوا قاعدين متلقحين في بيوتهم بين اربع حيطان، ولا في اي حد يعبرهم، ويجيهم عدلهم يا ما يجيهمش عدلهم، ويفوتهم قطر الجواز وتعنس. يعنسوا يعني بنات تعنس، وفي غيرهم مرمين في الشوارع، لا اهل تلم ولا حكومه تهم، ولا في الاخر يقولوا علينا متخلفين. بس سلوى حاجه تانيه. اه والله العظيم سلوى حاجه تانيه. سلوى مصروف عليها، سلوى انا مربيها وخريجه جامعه ومعاها شهاده. استغفر الله العظيم يا رب. عندك شقه؟ لا بس يعني ممكن اجيب عادي. وحتى لو ما عندكش ايه يا بعون الله، كلها نص ساعه مع المحافظ نكون جبنا الشقه. بص بره يا سكحول. لا في ايه؟ في ايه يا سكحول؟ ايه؟ لا في ايه؟ يا يا بعون حمود يا صلاح اجمد يا مش قاعد اجمد اجمد يا اخوانا. عايز دكتور. كلمة صبر صبر صبر. عايز دكتور يا دكتورة. يا دكتورة الحقيقة الحقيقة، في واحد تعبان ورا وعنده كريز الكلى. الحقيقة الله يبارك لك. الحقيقة الشنطة الشنطة يا عزيز الشنطة يا عزيز. هو كان بيصرخ وسكت فجأة. عز مغمى عليه دكتورة صح؟ مغمى عليه دكتور. ماله يا أستاذ؟ طب ايه؟ الحمد لله. بس يا
يا دكتور عم يغمى عليك كتير. عزة بتشبني بالمرار الواحد يا عزة. عزة عزة يا دي عزة ما تلعبش بعصب أكتر من كده. عزة يا لهوي يعني الواد ما بيردش. استر يا رب. عايز يا ماما زهق من كتر الاتصالات. زهق من مين يا اختي؟ زهق من امه ولا كله مني؟ يا ماما مش معاك اسمعي. لا 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 ولا كده. استنى مش حاجه جابلك ايه معادي؟ ما تجيلكيش على ده حته بوس. بقول لك ايه، انا عم ناوي مطلع راجل يعني استغفر الله العظيم يعني مش هتكلم والله كده وطلعته من الشعر زي العجين. حمدي حمدي ده نايم. خد يا قلب امك جبت لك اكل. يا حمدي فلوس كتير قوي شايلهم في البوسطه محدش يعرف عنهم اي حاجه. او ربنا يا اخويا بلا جامعه بلا تعليم بلا وكسه. ما هو عندك الواد اهو ابن امام الجامع خد الشهاده واتخرج وبيشتغل في محل البقاله بتاعت خاله. شكله مزيد كده وهدومه مقطعه ويقرف. انما انت بقى يا ضنايع عامل لك مشروع كبير قوي. ولا ما فيش في دماغك مشروع كده ولا كده؟ ما ترد عليا يا ابني. هو انا بكلم نفسي يا ضنايا؟ انا باكل من امه. الله عليك. 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 الأسبوع الجاي؟ ماشي يا أخوي كتر خيرك كتر خيرك. مالناش حد يا ابني إلا ربنا سبحانه وتعالى. قوم يا دنايا قوم يا حبيب أمك. قوم يا دنايا ربنا يعفو عنك. مالناش حد غير ربنا يا حمدي. ما بقالناش حد غير ربنا. لا خالب ينفع ولا اخ بينفع. ما بقناش حد يا حمدي. بقينا لوحدينا. يا رب يا رب يا كريم يا رب. الو يا باشا. لا مش مشكله باشا. شكرا شكرا باشا. مع السلامه. مفيش فرح. يعني ايه؟ يعني الراجل مش جاي. تعالى بس فهمني يعني ايه؟ يعني محدش هيسمعك ولا حد هيسمعني ولا عارفين لازمة في الدنيا دي. هوا احنا هوا. ابويا قدامه ساعة ويجي. يا لهوي بقى لو فلفل طب. خدي يا اختي خلصي الرصيد. موبايله خرج الختمة. كلميه على موبايل صبري. معاكي رقم؟ ايوه هاتي. وانت يا اختي بقى معاكي رقم صبري ليه؟ ما ترغيش يا بنت خدي اتكلمي. هاتي جرس. ما ترد. ارد مين؟ انا فاضي. ايه ده؟ ايه وليا في ايه؟ هترج من ريحتك. ايه القرف ده؟ مش قلت لك تستحمى قبل ما تيجي؟ ريحتي ده انا عشت اشمي. ده انا حاطط ريحه تحت الهباب بلا قرف. دي الريحه اللي بتحبيها يا مره. مش احسن من ريحه بسلامته؟ فشر. ده مسعود ده فلة قشطة بيستحمى مرتين في اليوم ولا بس سن والهم اللي هو فيه. مش خليتك تلمس شعر مني. أمال ليه بحبك يا صبري؟ بموت فيك يا صبري. أنت مهبوشة. أهم كلمتين بضحك بيهم على نفسي عشان ضميري ما يوجعنيش. هو ضميرك بيوجعك قوي؟ يلوشين يا ولاد الكلب. ابعد عني. مسعود مسعود
مسعود رجع البيت. يا لو مش عارف اوصلك تليفون قطع شحن. انت عملت عملت ايه؟ قتلت. قتلت مين؟ مسعود. يخرب بيت امك. قتلته ليه؟ دخل علي وانا عملتك هيموتني. الاصل هيتقلب عصابي. عصابك؟ ما هم كده كده ميتين. يا رجل كبسولات. كبسولات يا كبسولات في القطعة. هيتقلب يا مرض طاير. عامل ايه انا؟ حاسس ان انا مش هشوف الولد تاني. انت ضايع. يابا ما حصلش. يابا بس بيقول لي مين اللي قال لك؟ نهارك اسود يا بنت الكلب يا فجرة. يا لهوي والله ما حصل. استنى استنى. دايرة الطلاعي مع الشبان. اقف. كن سريع وكشف يا شباب. وانا على الطرحه فاجره ومشهد اتبرقعي مع الشبان. ترى ايه يا عم ابراهيم؟ التليفون مشغول طول الوقت. ليك وراها سعيد لحد ما يروح. حرام عليك هتموتني. الناس ترجع ورا. كل الناس ترجع ورا. Thank you.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وجزء الثمينة والنصف.